وهذا أيضا في كتاب الحجة الجزء الأول صف 26 و400 عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، قال المؤذن أمير المؤمنين. اسمع هذه وفي نفس الصفحة أيضا يقول عن أبي عبد الله في قوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، قال ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار، هدوا إلى أمير المؤمنين. وقوله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الإيمان أمير المؤمنين، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أبو بكر وعمر وعثمان.